السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سادة المشاهدين، وهذه التغطية الخاصة والتي سنبحث فيها موضوع العدوان على سوريا، أهداف هذا العدوان وأبعاده واحتمالية تطور الأحداث على مستوى العالم والإقليم. ينضم إلينا في هذه التغطية الأستاذ صباح زنقنة، هو المحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. ومن المؤمل أن ينضم إلينا ضيوف آخرون خلال هذه التغطية. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. 59 صاروخا من طراز توماهوك أطلق من قبل مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية من شرق البحر المتوسط. استهدف القصف مطار الشاعرات العسكري بحجة أن هذه القاعدة العسكرية انطلق منها سلاح كيميائي استهدف خان شيخون في أدلب. وكان القصف الصاروخي بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن يعني قوة محور المقاومة الآن الذي تمثله سوريا، طبعا أحد أضلاع محور المقاومة طبعا بالاتفاق مع أو بترتيب الأوضاع مع إيران ولبنان وكذلك العراق، سيؤدي ذلك إلى إضعاف النفوذ الأمريكي. لذلك جاءت الضربة الأمريكية لزعزعت هذا الحلف وزعزعت ذلك المحور. ردود الفعل الدولية كانت إيران في طليعتها، صرحت بأن واشنطن تسرعت بقصفها لمطار الشاعرات وهي تمارس لعبة في سوريا، إذ ستكون هناك لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا العدوان. وروسيا المساندة للقوات السورية بحربها ضد الإرهاب استنكرت عمل واشنطن العدواني وعدته تجاوزا على سيادة البلاد، وبحسب الروس إن أمريكا لا تملك أي إثبات على استخدام سوريا للسلاح الكيميائي وهي قصفت هذه القاعدة الجوية لأنها سارعت بالقضاء على الإرهاب في سوريا من خلال الإنزالات الجوية، ومن ساهم بدعم الإرهاب لسنين طوال لا يحق له أن يقدم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان ويدعي الغيرة على كرامة شعوب المنطقة. إن قامت به أمريكا هو تجاوز للخطوط الحمراء، وسيكون الرد قاسيا إن تكرر الأمر، وأمريكا تعرف قدراتنا على الرد جيدا. الحقيقة أسباب الهجوم الأمريكي على القاعدة الشاعرات في سوريا هذا جزء من المخطط الأمريكي، مع الأسف مع بعض الدول العربية التي تحاول أن تفتت سوريا وتقسم سوريا وتجزئها. وبالتالي احنا نلاحظ أنه كيف أمريكا دعمت دائما على مر فترات طويلة دعمت الإرهاب وشكلت جماعات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم ودعمتها، كذلك هذا النهج السعودية وقطر ودول الخليج بشكل عام وعدوانها على اليمن وعدوانها وتدخلها في سوريا وفي الشأن السوري ودعم المنظمات والجماعات الإسلامية أمثال داعش والنصرة وغيرها من الجماعات اللي عاثت في أرض سوريا الفساد ودمرت سوريا. في حين كانت أغلب دول الخليج مساندة للقصف جنبا إلى جنب مع الأوروبيين والمعارضة السورية، أمريكا المتغطرسة لم تنتظر إذنا من أحد ولم تحترم الدول المنضوية تحت قبة الأمم المتحدة، فهي قبل أن تصدر نتاج تحقيق قضية خان شيخون هاجمت سوريا بمدمراتها البحرية، إلا أن رغم شدة القصف لم يتعطل مطار شعيرات إذ أقلعت الطائرات الحربية في اليوم التالي واستنفت إنزالاتها الجوية على مواقع الإرهابيين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، وطبعا نرحب بضيفنا الشيخ أوس الخفاجي الأمين العام لقيادة قوات أبي الفضل العباس، انضم إلينا من استوديوهاتنا في بغداد. شيخنا الكريم، شكرا لانضمامك إلينا ضيفا على هذه الحلقة. حياكم الله وحيا الله جميع مشاهديكم وكادر قناة الولاء الفضائية. أهلا بك شيخنا الكريم. طبعا نبدا الحوار مع ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ صباح زنقنة قبل ان ننتقل الى الشيخ أوس الخفاجي. استاذ صباح، بدايه برايك وحسب تحليلك لما جرى في مطار الشاعرات في سوريا، ما الهدف من هذه الضربه؟ هل هي خطوه لردع تقدم القوات السوريه؟ هل هي بدايه لعدوان واسع وشامل؟ أم هي ربما كما وصفها نائب وزير الخارجية السوري القدوة، قال أنه هي ثأر لإسرائيل عن ما تكبدته من استهداف طائرتها التي دخلت إلى حدود سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم سماحة الشيخ أوس ولكل متابعي قناتكم المؤقرة. أهلا بك. في حدود المفهوم العام بأن هذه الأسباب التي ذكرتها مجتمعة كلها ممكن تؤطر للسبب الأساس التي أو الذي دفعت الولايات المتحدة بأن يتجه هذا الاتجاه والدخول المباغت. أولا، عنصر المباغت التي قامت بها روسيا عندما دخلت في المعترك السوري كانت بمثابة المفاجأة والصدمة للولايات المتحدة التي منذ سنوات هي توجه ضربات إلى داعش، وهي توجه دائما ضربات لا تكاد تكون ضربات مقنعة بأن هناك فعلا عملية إبادة للدواعش بقدر ما هي عملية لعبة استعراض والفار، يعني فقط يعني نوع استعراض وأخذ مبالغ ضخمة من الجهات العراقية. بالتالي عندما دخلت روسيا على الخط المواجهة مباشرة في محور السوري وبينت ضربات قوية وقاسمة للظهر وكسرت الإرهاب، بينت سوريا في فجأة وفي صدمة للدول العالم وحتى لأوباما وكل القوى العالمية بأن روسيا لا تزال هي اللاعبة الأكثر حظا في منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة التي دخلت على الخط هي لا تمثل شيئا. بالتالي عندما انتهت فترة أوباما لابد أن يؤتى بشخص آخر هو يمتلك نفس عملية الردع والعنجهية، لهذا اختاروا ترامب، ولم يكن الاختيار يعني اعتباطيا بقدر ما أنه اختيار لمرحلة. عندما دخل ترامب على الخط أراد أن يبرهن للعالم أن الولايات المتحدة هي لا تزال بنفس القوة وبنفس الجبروت التي كانت عليها في السابق، ولكن ليس بالأقنعة كما كانت لرؤساء 35 رئيس للولايات 45 رئيس للولايات المتحدة، كلهم كانوا يمارسون القناع الديمقراطي. ترامب جاء وهو محمل بتنفيذ المخططات، وطبعا هذه خديعة جيستا ومحاكمة سعودية، هذه كلها كانت فقط يعني ترويج إعلامي. يبدو أنه الثوابت الأمريكية باقية على حالها، ولكن الثوابت هي باقية. نعم، يعني هم لا يفرطون بحلفائهم إلا عندما حتى هذه القرارات، أنا يعني حسب قراءة الكثير من السياسيين أنه هناك ثوابت حتى تفوق منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثوابت أكبر من منصب رئيس الولايات المتحدة. على كل حال أستاذ صباح، يعني أنا كان فقط الرؤية، يعني أريد فقط أن أكمل رؤيتي بأن كل هذه الأمور مجتمعة هي كانت السبب أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض إرادتها على المنطقة بالقوة هذه المرة، وأن روسيا أيضا هي لا تريد أن تفرط في مصالحها في سوريا وفي مناطق البحر المتوسط، حتى لو اضطرها إلى أن تكون هذه المعارك الدائرة حاليا تتحول إلى حرب عالمية. أريد أستثمر هذا الموضوع، ما الذي يجعل سوريا مختلفة؟ يعني أفغانستان تدخلت القوات ومن خلال الجمهوريين احتلت أفغانستان ونال أفغانستان ما نالها، ورغم أنه الموقع الجغرافي لأفغانستان من القريبة من روسيا لم تتدخل روسيا في ذلك الوقت. كذلك بالنسبة للعراق، اليوم سوريا ما سر هذا الدخول القوي، هذا الوقوف بوجه هذا المخطط الأمريكي في سوريا بالتحديد؟ يعني أولا لنقل بأنه التحالف الاستراتيجي الموجود منذ الستينيات ومنذ الخمسينيات بين سوريا وبين روسيا هو تحالف قوي، يعني لا يمكن اليوم روسيا أن تترك موانئها في طرطوس وبانياس ومرورا باللاذقية وكل هذه المناطق المتاخمة على البحر المتوسط أن تترك هذه. تتوقع أنه مثلا الولايات المتحدة لا تستطيع إبرام اتفاق مع روسيا بأنه قواعدكم ستبقى ثابتة على أن يتغير النظام؟ ثم بالنسبة للعلاقات، يعني الجميع يعرف أنه روسيا كانت تمتلك من العلاقات مع نظام صدام حسين وكثير من الأنظمة، وثيقة، علاقات وثيقة جدا مع نظام صدام حسين، فما الذي يجعل سوريا اليوم تقف على أساس أنه مصلحة العلاقة أو القاعدة؟ طبعا هي روسيا تبحث عن مصالحها شان الولايات المتحدة. لاحظ عزيزي أنه هناك ربما يخدع البعض ببعض الشعارات وبعض الأمور، الأمر المعركة من أولها، وربما أثناء حلقة سوف نأتي إلى أسباب هذه المعركة. طيب. وهذه المعارك الدائرة. نعم. أنه كلها معارك تبنى على أساس حركة اقتصادية، هناك نضوب في النفط العالمي وهناك توجه عالمي نحو مناطق وجود الينابيع النفطية أو الغاز. بالتالي روسيا اليوم لا تريد أن تفرط بسوريا لأن سوريا تمثل لديها الكنز أو المكتن الكنز الكبير للحقول النفطية التي تريد الولايات المتحدة. حتى هناك مشاريع صباح تحدثت عن، ربما نبحثها في سياق هذه التغطية، مشاريع أخرى ربما تدخل فيها بعض الدول العربية. على كل حال وددت أن أسألك عن موضوع
هذه الازدواجية في الخطاب بعد الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى القاعدة السورية. حديث ترامب عن احتمالية التصعيد وإذا دعت الضرورة، بالمقابل تيلرسون وزير خارجية ترامب يتحدث عن ضرورة إيجاد حل سياسي. ما سر هذه الازدواجية في الخطاب الأمريكي ما بعد العدوان على سوريا بالتحديد؟ طبعا هم يحاولون خلق أجواء من التوتر وحتى الانفصام في الرؤية، لأن اليوم تجد بأنه إلى حد الآن لا يعرف المواطن العراقي وحتى المواطن العربي ما حقيقة التحركات، ما حقيقة أنه هناك عملية استحواذ سوف تكون من قبل السفارة الأمريكية على قصر السندباد، وأن صهر ترامب هو الذي سوف يأتي إلى هذا المكان، وما حقيقة أنه ترامب بعث حول أرسل إلى الزر النووي وأصبح يقلب هذه الحقيبة كلها. هل هذه مجرد إعلان لاستعراض قوة أمريكية في المنطقة بأنها هي عائدة، أم أنها تريد أن فقط أنه تبين بأن لديها مكان من قوة؟ وحتى هناك بعض الوسائل الإعلام التي روجت أو بعض في وسائل التواصل الاجتماعي أو الافتراضي اللي نقول هذه أدق عبارة، بأن ربما سوف تتحول الحكومة العراقية إلى حكومة إنقاذ في شهر رمضان. بالتالي كل هذه تعتبر عناصر تشويه، لأننا لم نتلمس بشكل واقعي حقيقة هذه الأخبار التي تروج عندها. اليوم المواطن اليوم يعيش بنوع من الاضطراب، وحتى المواطن العربي لا، هذا جزء من الفوضى الخلاقة الإعلامية التي يراد من خلالها تمرير بعض السياسات التي يحاولون إخفائها على المواطن ومن ثم تحقيقها بعنصر المباغة والمفاجأة. طيب أستاذ صباح، خليني أتحول إلى ضيفي الشيخ أوس الخفاج، الأمين العام لقيادة قوات أبي الفضل العباس. شيخنا الكريم شكرا لانضمامك مرة أخرى، وبداية سؤالي، كيف ترى من وجهة نظرك بالمجال السياسي الجانب السياسي والعسكري، كيف ترى توجه الولايات المتحدة بهذا العدوان على سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم مرة أخرى. أعتقد أن الأمريكان أو الإدارة الأمريكية أوضحت منذ بداية انتخابات هذا العام، ثم عندما خطب ترامب خطاب الرئاسة استلام الرئاسة، بانت ملامح الإدارة الأمريكية الجديدة، وكشفت أمريكا وكشرت عن أنيابها، وهي بالحقيقة أظهرت الوجه الحقيقي للنظام الأمريكي البشع، من امتصاص ثروات الشعوب، من الكيل بمكيالين، من انعدام ميزان العدالة، من معاملتها للدول على أنهم أتباع وعبيد، تقديم مصالحها بكل تأكيد على المصالح العامة. كل ذلك بان واضحا في خطاب ترامب. لم نستغرب أن يتخذ ترامب هذه الطريقة مع سوريا بعدما مارست الإدارة السابقة، واعترف، أعتقد اعترف جيدا ترامب أن داعش هي صنيعة الإدارة الأمريكية السابقة. إذن ماذا فعلت عندما أعلنت أن كلينتون هي التي أسست لداعش في الشرق الأوسط؟ هذا يدل على وجود تخبط بسياسة ترامب، يعني بحديثه عن أنه كلينتون هي من دعمت داعش. هل هو اليوم بتوجيه الضربة هو يحاول تبيان الأمر للعالم على أنه يعالج الأخطاء الديمقراطيين منافسيه في السلطة، أم هو ربما تنفيذ لأجندات أخرى ارتأت الولايات المتحدة تنفيذها اليوم؟ التخبط موجود منذ زمن، لكن أستطيع أن أقول أن داء ترامب هو أسوأ، يصنف هكذا أو صنف أنه أسوأ رئيس ولايات متحدة أمريكية منذ أن أسست، منذ أن أنشئت. لم نشهد لرئيس ولايات متحدة أمريكية أنه انخفضت شعبيته بعد 3 أشهر من استلام منصبه، من أول سنة لحكمه وبعد 3 أشهر لا أكثر. هناك استطلاعات رأي عام في الولايات المتحدة تشير إلى أن ترامب تراجعت شعبيته بشكل كبير. هو أهوج، أرعن، لا يعرف، لا يفقه في السياسة إلا بقدر ما يفقه في الاقتصاد. هو رجل أعمال، هو رجل أموال، هو صاحب رأس مال، يريد أن يتعامل خذ وهات، يريد أن يبني له مجدا اقتصاديا على حساب الرئاسة الأمريكية. ربما أخذ شيئا من بعض سياسي العراق أنه يريد أن يأخذ غنيمته ويخرج من أن لا يخرج خالي الوفاض. هو ليس تخبطا، لكنه يريد أن يظهر بمظهر القوي وهو ليس بقوي، يريد أن يفرض سيطرته وهيمنته في مقابل أن يأخذ أموال، يمتص أموال. أنا أهددكم
بضربة وهددكم بداعش وهددكم بإرهاب وهددكم باحتلال كما صرح بأنه سأغزو العراق مرة ثانية. طيب شيخ، هل بالإمكان إدراج هذا العدوان على سوريا بخانة التخبط من قبل ترامب، أم ربما هو تنفيذ لسياسة مدروسة؟ اليوم حتى ساسة سوريا يرون أن الموضوع مدروس، هو ردة فعل ربما مدفوعة من قبل إسرائيل على الأقل. ربما إذا أردنا، ليس هناك شيء شخصي مع ترامب أكيد، لكن أقول ظهرت لنا في بعض سلسلة حياة ترامب أنه مارس التمثيل في فترة من فترات حياته. مرة أصبح كومبارسا، مرة أصبح ممثلا، هو أيضا أصبح الآن ممثل فاشل يريد أن يظهر بمظهر القوي. أضاف إلى ذلك ظهر في بعض أفلامه أنه لاعب قمار وهو يمارس لعبة القمار، أراد يمكن الآن أن يقامر بأن يضرب سوريا أو أن ينشئ النظام الشرق الأوسط الجديد على عتبة أبواب سوريا، لكنه نسى أو أراد أن يتلاعب بمشاعر الروس، لكنه نسى أن سوريا صمدت خمس سنوات أمام الإرهاب. سوريا حاربت الإرهاب نيابة عن دول العالم كما العراق الآن. سوريا لديها حلفاء أقوياء، ليس حليفا ضعيفا، لديها روسيا، لديها إيران، لديها أيضا سياسيا الصين، لكن فوق ذلك كله نقول معها جهة قاومت وقاتلت وانتصرت على إسرائيل، تلك الأسطورة التي حطمت على أبواب حزب الله ولديها فصائل مقاومة. كل هذه العوامل بكل تأكيد لن تسمح لترامب أن يجرب حظه مرة أخرى وأن ينتصر طيب بأوهامه. أكيد شيخنا، بحكم خبرتكم في طبيعة سوريا طبعا وفهمكم لموضوع سوريا وما تخوضه من حرب بمواجهة داعش، هذه الضربة بالتحديد وعلى هذا المطار بالتحديد كيف بالإمكان تؤثر على تقدم القوات العسكرية للجيش العربي السوري لحلفاء سوريا، سواء المقاتلين على الأرض قوات حزب الله فصائل المقاومة العراقية؟ ترامب خدعه مستشاروه، ظن نحن نعلم جيدا أن في زيارة محمد بن سلمان عندما زاره إلى أمريكا طلب منه أن ينقذ الوضع في سوريا، لأن مشروعهم أوشك أن يموت، أن يقتل، أن يجهض، فأراد شيء من الإسعاف، وعده بضربة مدفوعة الثمن سلفا، وإن كان قد أعلن أنه أطلق 59 صاروخ لكن هي 24 صاروخا، هذا ما وجدناه. ظن أن سوريا هي كدولة من دول الخليج، عندما يضرب بصاروخ واحد كما حصل في الخفجي وغيرها والظهران أنها تسقط بين يوم وليلة أو تنتهي معنوياتهم. 23 صاروخ لم يحدثن أثرا في هذا المطار، بعد 24 ساعة عمر المطار من جديد وطارت الطائرات منه، إنما هي رسالة أراد أن يرضي من جهة إسرائيل كرد فعل على ثأرها مع الطائرتين اللتين أوقعتهما المضادات الجوية السورية، أراد أن يرضي الحكام الخليج لأنهم دفعوا أموالا، وبالتالي يقول أنا أبرأ الذمة، لكنه نسي أنه قد أشعل فتيل حرب لا يملك بكل تأكيد، أقولها لا يملك بكل تأكيد خيوط نهايتها. طيب شيخنا، خليني أرجع على ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ صباح زنقنا. أستاذ صباح، هل لا زالت أو من حق إدارة ترامب اليوم تتحدث عن ضرورة إيجاد حل سياسي بعد هذا العدوان الغير مبرر الغير معروف الغير مفهوم أصلا، هل يحق لها اليوم الحديث عن ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا؟ طبعا كل هذه التحركات هي تحركات استعراضية، بما فيها الحركة السورية الروسية عندما وجهت من البحر الأسود نحو 22 صاروخ وأصابت 11 صاروخا فيها الأهداف في سوريا، كانت هذه بداية أو طليعة الضربات الجوية الضربات الصاروخية الروسية ودخولها في المعترك.
قبل استخدامها للطائرات. وأيضا الولايات المتحدة اليوم عندما يعني ألقت 59 صاروخ، وكما تفضل سماحة الشيخ بأنه ألقى 20 صاروخا أو أكثر أو أقل، إنما هي تريد أن تصعد من أو تزيد من هذه الصواريخ لكي تستفيد من الأموال التي تشترى منها، وهي طبعا لا يمكن لأي قوة أن تقول للولايات المتحدة كم صاروخا أطلقتي. وأقول حسنا فعل الإعلام السوري عندما بين بأنه هذه الضربات لم تأتي بنتيجة، لأن هم قالوا في وسائل إعلامهم بأن هذه الضربات قد حطمت نحو 7 طائرات، بذريعة أنهم يريدون أن يضربوا قواعد لطائرات كانت محملة بأعتدة كيميائية ضربت مناطق خان شيخون وغيرها من المناطق. هذه كانت جزء من ذريعة الولايات المتحدة. هذا العذر الواهي، يعني حتى المواطن البسيط ربما تتبع الأحداث عن كشف موضوع الملف الكيميائي بالنسبة لسوريا وسلمتها كيف لجهات مختصة. هذا التسرع، ألم تحسب الولايات المتحدة حساب لهذا الأمر أنه أمر مفضوح ومكشوف ويكاد أن يكون مضحك، يعني أنه غير مبرر، ربما هناك أحداث بالإمكان تبريرها لتوجيه ضربة إلى سوريا؟ طبعا ترامب لو لم يكن قد ملأ يده من العرب بأنهم سوف لن يتحركوا نهائيا، لأنه لم يتحركوا سابقا في الكثير من الأزمات التي حصلت، سواء كانت في غزة أو يعني هجمات الإسرائيلية على غزة أو هجمات الإسرائيل على جنوب لبنان عام 2006، وحتى في غزة عام 2008، وحتى على العراق في عام 2003، فضلا عن الصراعات التي حصلت في ليبيا والصومال وغيرها. كل هذا عندما اقتحمتها القوات كانت القادة العرب هم أكثر الناس نوما وشخيرا وأكثرهم دعما لهذه القوات وللقوات الأمريكية. إذن هي تأمنت من جانب بأنه لا يوجد هناك رأي عربي، بل لا، هذه المرة وجدنا الآراء العربية، ولا سيما عندما تابعنا على بعض الفضائيات أن هناك عمليات شكر وتقدير من قبل المحللين السياسيين المهيئين سلفا من قبل حكومات تلك الدول، أنهم يشكرون ترامب، يشكرونه على ما فعله عندما وجه ضربات إلى سوريا. يعني حتى تصورنا أنهم سوف يوجهون الشكر إلى القوات العربية التي كانت اقتحمت مخادع الإسرائيليين في حرب تشرين وغيرها من الحرب. يعني كنا نتصور بأن العرب سوف يرجعون إلى على العكس الصباح، يعني اليوم هذه المرة صاروا هم يضعون يدا بيد يعني مع العدو ويقولون لك شكرا لك لأنك سوف تخلصنا من جهة هي هذه الجهة أو من دولة هي هذه الدولة مثابة التأثير علينا. المهم البلدان العربية وبخاصة البلدان الخليجية بعضا منها كشفت قناعها ووجهها القبيح، حتى موضوع أنه القضية المركزية فلسطين وغيرها، يعني حتى من خلال الإعلام العربي المدعوم من السعودية من غيرها من الدول، أنه اليوم يحاول تهوين المسألة، يحاول تحسين صورة إسرائيل. اليوم انشر بوست، العدو الأول هو إيران. انشر بوست اكتب لنقف معا، وفي الفيسبوك أنا أقول لك باعتبار أنه اليوم الأجهزة اللوحية بيد كل إنسان جعل منه هو إعلاميا وهو متفرجا في نفس اللحظة وترك التلفاز يشتغل يعني لنفسه بدون أي شيء. اكتب بوست في الفيسبوك أو تويتر أو في أي جهة وحتى في الجروبات، اكتب بأنه لنكن معا وننقذ فلسطين من الصهاينة. ماذا سوف تجد الأجوبة؟ لننهي إسرائيل، لننهي إيران أول مرة، ولننهي سوريا أول مرة، إذن هو يبدأ بـ يعني تكتشف أن العقلية العربية أصبحت مغيبة كليا عن القضية المصيرية التي هي قضية الفلسطين. وربما يكتبون لك بأن دعنا ننهي الروافض، طيب وهو يعلم بأن هناك عدو خطر ظهر من جلدة الحركات الموجودة، الحركات السلفية هم الدواعش. بالتالي هذه العقليات المغيبة ممكن تسويقها بأي شكل. لهذا إدارة ترامب عندما وجد الواقع العربي واقع مخدر وواقع أينما تسير به يسير، وجهت هكذا ضربات وهي على علم. وكان أنا بحسب علمي وبحسب متابعتي أن هذه الحركة ما هي إلا حركة تحرش بإسرائيل بسوريا، لكي تأتي سوريا وتضرب أقرب جهة لديها، تضرب إسرائيل، حتى عندما ترتفع إسرائيل مذكرة احتجاج سوف تكون كل البلدان ضد سوريا لأن سوريا قامت بضرب إسرائيل. وأعتقد بأنهم ربما يفشلوا لأن سوريا لا أعتقد بأنها في هذه السذاجة. الجميع يعرف المغرب الأمريكي أستاذ صباح أنه سوريا حتى في تاريخ العرب بشكل عام هي يقال حتى أنضج سياسيا من مصر والعراق. التاريخ السياسي حافل
لسوريا طبعا. على كل حال أستاذ صباح، برأيك هل أشعلت هذه الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا اليوم أشعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والقطب الروسي؟ أولاً يعني هذه الحروب هي كانت موجودة، وهذه الاستعراضات كانت موجودة في إطارها الإعلامي التكنولوجي العسكري. أما في إطارها الاستعراضي المسلح فلم يكن موجوداً في تلك الفترة، لأنه لم تكن هناك نقطة صراع بين الولايات المتحدة وروسيا إلا هذه النقطة التي برزت إلى السطح وهي روسيا وهي سوريا. اليوم لنكن فقط أعطي إيجاز وتوضيح أنه أساس الصراعات الموجودة كما أسلف بأنه هي على العامل الاقتصادي. عندما اكتشفت بريطانيا والسفن البريطانية في عام 1966 وجود حقول للغاز الطبيعي في ميناء الموانئ البحر الأبيض البحر المتوسط، اكتشفوا بأن هناك مساحة ممتدة من السواحل السورية ونزولا إلى إسرائيل وامتدادا إلى حتى دمياط في غرب مصر نحو 180 كيلومتر، هذه موجودة كلها احتياطي الغاز. أي أن سوريا إذا وفرت ودعمت نفسها واستطاعت أن تنهض بالواقع فإن سوريا سوف تصبح الثالث عالميا في حجم الغاز. جاءت الشركات الأمريكية والشركات الروسية ما بين عام 1977 إلى 2003 وأرادت أنها تسيطر على هذه الأماكن. استطاعت إسرائيل في هذه الفترة في عام 1996 أنها تضع نقطة ارتكاز على منطقة معينة في إسرائيل وتبين بأن هذه المنطقة هناك وضعت مجسات خاصة بذريعة بأن هناك قوة إيرانية أو بذريعة بأن هناك تدخل إيراني أو تخوف من ضربة إيرانية. نعم. وهي كانت تستثمر هذا الغاز الطبيعي بنسبة 33% أو أكثر. نعم. عن طريق شركة استرالية. لهذا أرادت إسرائيل أنها تتوسع في ضم أراضي أخرى ودخول إلى هذا يعني إلى هذه النقطة وأخذ ما يمكن أخذه من الغاز. أيضا قطر عندما شاهدت نفسها بأن الغاز القطري سوف يصبح في الماضي أعطت ما أعطت من الدعم ومن التسليح إلى الإرهابيين وغيرهم من أجل تقويض روسيا وتبقى سوريا وأجل تقويض سوريا وتبقى دولة قطر هي القائمة. نعم. على النفط. بالتالي وجدنا بأنه نفس الفريقين الذين كانوا يقتتلان في القتال البارد في منذ عام 1977 وحتى عام 2003 وقبلها قلت عام 1966 جاءت اليوم لكي تمارس عملية تقاسم الأراضي وتقاسم المناطق في هذه المناطق تحديدا. لهذا كل تلك البلدان إن كانت الولايات المتحدة أو إن كانت روسيا هي تفكر عن مصالحها، ومن حق اليوم روسيا أمر سوريا أن تفكر مع من تضع يدها. يعني اليوم العفو المعارضة روسيا اليوم لا تريد للمعارضة السورية أن تكون هي في الحكم لسبب واحد، أن روسيا كان لديها موقف مع مؤيد للنظام السوري، وأيضا المعارضة كانت لديها اعتراض على التدخل الروسي، وأيضا المعارضة مع الولايات المتحدة. لهذا هم لا يسمحون ولا يعطون للشركات الروسية أي شيء في حالة إذا دخلت المعارضة على الحكم. بالتالي روسيا لا تريد طيب أن تكون المعارضة في خليني أرجع إلى سماحة الشيخ أوس الخفاجي. سماحة الشيخ، برأيك هذه الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا كيف ستسهم ولو معنويا بدعم الحركات الإرهابية المتواجدة داخل الأراضي السورية؟ تفضل سماحة الشيخ. الضربة كانت بكل تأكيد هي مؤقتة ومرسوم لها وبسيناريو مفتوح سابقها. ما أعرف كن بإمكانك كان تسألنا أيضا عن مسألة استخدام غاز السائرين أو الفبركة الإعلامية الموجودة إذا كان، فهذه كلها كانت مرسومة سلفا ومؤقتة أنه ستكون هناك ضربة وعند ابتداء الضربة يكون هناك هجوم شامل إرهابي لجماعة النصرة من جهة وجماعة داعش من جهة، وهذا ما حصل فعلا. الذي لا يعرفه الأمريكان ربما أن معلومة ضرب المطار كانت موجودة سلفا وهناك تهيؤ واستعداد لدى الحكومة السورية لأنها تتلقى ضربة معينة من قبل أمريكا، لذلك حتى المطار لم يكن يتضرر ولم تكن هناك طائرات تتضرر أكثر من ذلك، أكثر ما تضررت بعض البنايات. حتى الشهداء كانوا عددهم 6، فكانوا مستعدين لهجوم إرهابي فعلا. الحركات الإرهابية أعطيت لها دعما معنويا. نعرف جيدا أن غاز السائرين وغيرهم من الأسلحة والأعتدة كانت قد زودت بها المعارضة من قبل قطر وتركيا والسعودية، هذا ثابت وبالأدلة.
حتى وجدنا هنا في العراق أسلحة جلبها داعش عن طريق الحدود السورية، عن طريق داعش سوريا دخلوا إلى داعش العراق، وجدنا هذه الأسلحة الأمريكية الصنع وكانت موردة إلى بعض هذه الدول. طيب عفوا سؤالك. نعم فكانت التعليمات السعودية القطرية لعملائها الإرهابيين في سوريا أن انتظروا هذه ساعة الصفر هي الضربة الأمريكية، لكن فاتهم أن هنالك استعداد كان كبير جدا لدى المقاومة مع الدولة السورية، صدت كثير من الهجمات وباءت هجماتهم بالفشل. طيب سمحت الشيخ، هناك اليوم انقسام إقليمي، لننتقل طبعا إلى الملف الإقليمي حول سوريا، خصوصا طبعا الضربة الأخيرة، هناك بعض الدول كالسعودية وإسرائيل أعتقد حتى رحبت قبل وصول الصواريخ إلى المطار السوري. بالمقابل هناك قوة داعمة لسوريا، الجمهورية الإسلامية في إيران، حزب الله في لبنان، قوة أخرى أيضا عدا القوى العالمية طبعا. هذا اليوم التمسك من خلال هذه الضربة الذي أبرزته هذه الضربة، التمسك بالمواقف من جميع الأقطاب الإقليمية، هل يلغي تماما إمكانية التوصل إلى حل سياسي في سوريا؟ المثل الذي يقول الضربة التي لا توجع هي تقوي، فعلا هذه الضربة لم توجع سوريا لكنها قوتها. كان للأسف الشديد هناك احتفالات وكرنفالات وابتهاجات لدى كثير من الدول العربية، وأقولها بمرارة، بعد شهر، أقل من شهر تقريبا على انعقاد القمة الميتة في البحر الميت، هكذا العرب يفرحون، حتى العرب خرجوا، كثير من العرب حتى خرجوا عن النواميس العربية التي تقول عدو عدو صديقي، حتى بعض النواميس الدبلوماسية عدو عدو صديقي، لكن الآن أنتم تفرحون مع إسرائيل، تشترك سوريا السعودية وقطر وبعض دول الخليج وللأسف مع السعودية فرحا بأن سوريا قد قصفت، أن أرضا عربية قد قصفت وقصفت بسلاح الأمريكان. هذه الضربة قوت الموقف السوري. لاحظنا أن سوريا بعد 5 سنوات عندما في 11-11-2011 تقريبا أخرجت عنوة من الجامعة العربية لتعلن وفاتها بعد أن خرجت روحها، أرادوا لها أن تنتهي. أنا سمعت من أحد السياسيين الكبار في العراق يقول أن السفير الأمريكي اجتمع مع بعض السياسيين وقال لنناقش فترة ما بعد الأسد، فاعترض من اعترض، وماذا بعد الأسد؟ وهل الأسد على وشك أن يسقط؟ قال السفير الأمريكي يقول ما بين 6 أسابيع إلى 6 أشهر سوف تسقط الدولة السورية وتقسم، ماذا نفعل بعدها؟ لكنها صمدت 5 سنوات. الآن هذه كثير من السفارات فتحت في سوريا من جديد، كثير من الآراء قد غيرت بعد أن أجمعوا على استحالة بقاء النظام أو الدولة السورية، الآن يقولون لا، بقاء الأسد ضرورة. الآن هذه الضربة ستقوي موقف سوريا، تقوي موقف حلفائها اشتدوا صرامة وعزيمة وعنادا، زودوا سوريا بكثير من الأسلحة التي لم يكن بالحسبان أن يزودوها بها، أنظمة أو منظومة مضادة صواريخ ومضاد طائرات بصواريخ جديدة جاءت إلى سوريا. إذن موقف سوريا قوي وقوية أكثر، الآن هي أكثر في المفاوضات ستكون ذات رأي أكبر وقوة وشكيمة من ما سبق. طيب سمحت الشيخ، هذا كما أشرت له قبل قليل، هذا التصلب بالمواقف من جميع الأقطاب الإقليمية، هل ربما سيناريو الحرب الإقليمية أمر مطروح، أمر متوقع؟ السيناريوهات المرحلة مفتوحة وأبواب الاحتمالات كلها مفتوحة. لا، بعد هذه الضربة لا نستبعد أن يحصل شيء، خصوصا مع إنسان أرعن مثل الرئيس الأمريكي. ربما قد يصبح الصباح، حتى أنه لم يستشر الكونغرس الأمريكي حتى في هذه الضربة، ربما يصبح الصباح ليمارس ضربة أخرى أو يعلن حربا جديدة. الأبواب كلها مفتوحة، لكن أقول كما قال البعض إن كنا على أبواب حرب كونية فأعتقد ليس هنالك رابح فيها. طيب سمحت الشيخ، أرجع إلى ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ صباح زنقنا. أستاذ صباح، ما سر هذا التعنت، العناد، التزمت من قبل طرفين إقليميين بالذات تركيا والسعودية
على ضرورة أنه سقوط الأسد، تغيير الأسد، على كأنه هل هو تزمت في المواقف وعدم الرغبة بالرجوع، أم هناك مشاريع ربما كبيرة لهذه الدول تريد تنفيذها في داخل سوريا على الأقل؟ تركيا كانت لديها أطماع سابقة للواء الإسكندرونة والمناطق الحدودية في سوريا وبينها وبين المناطق، وبخاصة عندما انفصلت هذه المنطقة وذهبت أجزاء منها إلى تركيا في عام 1930. وأيضا شاهدنا كيف أن تركيا بدأت ترجع الملفات القديمة، اتفاقيات القديمة في العشرينات وفي 1916 وغيرها، بينها وبين العراق، وهي تطالب أيضا بأن أجزاء من الموصل وكركوك وغيرها تعتبر كلها ضمن البلدان التركية. تركيا عندما فشلت أن تكون جزء من المنظومة الأوروبية، وعندما نبذتها هذه المنظومة واعتبرت بأن تركيا لا تزال تتعامل وفق التخلف السياسي، شاهدت بنفسها أنها تخلفت فعلا، بأنه يجب أن ترتكز وتبين بنفسها كقوة في المنطقة العربية. وبالفعل قامت بعض الدول العربية عندما أسقطوا المعسكرات، المعسكر العراقي آنذاك الذي كان متمثل بصدام حسين كقوة عربية موجودة وخامس قوة في العالم، وهي قوة عالمية كانت متمثلة العراق، واليوم هي تعتبر بمثابة القوة 58 عالميا وربما أقل. بالتالي أرادت هذه الدول العربية إيجاد البدائل. عندما ركزت على البدائل وجدوا بأن الصراع أصبح هو صراع محتدم كبير جدا ما بين المعسكر المصري والمعسكر السعودي. توجهت السعودية لإنشاء قطب آخر لها في المنطقة، ويعني صار الصراع القطري السعودي على مصر وانتهت إلى ما انتهت إليه. ولكن وجدنا بأن السعودية وتركيا لا تزال هي لديها صراعات في داخل فيما بينها، ولكن هذه الصراعات يتم إخفاؤها، ولكن تبقي مسألة المطالب المشتركة فيما بينها، وهي السيطرة على روسيا وسيطرة على المقدرات السياسية الروسية. اليوم يعني كما عندنا في العراق، نحن كدولة منقوصة السيادة، هي دولة قد تم السيطرة عليها من قبل إرادات دول إقليمية وإرادات، وما حتى سنبحث موضوع ربما ما تبقى من دقائق في هذه التغطية، نتحدث عن الموقف العراقي أستاذ صباح. نعم نعم، شهدت أنه الموقف العراقي اتجاه الضربة العسكرية منقسم بين مؤيد، وعلى عكس الدول طبعا، هناك دول اعترضت على توجيه الضربة إلى روسيا وسوريا عذرا وتمسكت بموقفها، هناك دول أيدت، ولكل البلدان مشاريع. الغريب أنه العراق انقسم بين مؤيد ومعارض، بعض القوى رحبت بالضربة، بعض القوى اعترضت على الضربة. كيف تقيم هذا؟ هل كشف ضعف القرار العراقي اتجاه الخارج اتجاه القضايا التي تمس العراق بشكل أو بآخر؟ أولا، متى ما كان العراق قويا في اتخاذ القرارات لحسم أكثر المشاكل الداخلية وأنهى الكثير من الملفات الداخلية. ملفات كثيرة لدينا، لا أتحدث اليوم عن ملف النازحين وملف الموصل وغيرها، هناك مسألة ملف أقلمة العراق وملفات الانقسام السياسي وملفات الصراع على السلطة وأبعاد هذه الصراعات، هذه كلها صراعات داخلية. لهذا نستبعد جدا أن يكون للعراق قرار سيادي وسياسي متكامل بهذه النقطة تحديدا، أنهم يتحدثوا عن الضربة الأمريكية باتجاه سوريا. اليوم العراق هو يمتلك يعني اتفاق الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. لا يريد أن يتحدث بسوء عن الولايات المتحدة، لأنه هذا الإطار بيد الولايات المتحدة، واليوم سوف تعود الولايات المتحدة مرة أخرى من النافذة وربما من الباب. عندما وجدت نفسها انكسرت نتيجة القوة المقاومة المقاومين العراقيين، ووجدت الولايات المتحدة نفسها أنها انتهى دورها، أصبحت وضعت هذا الإطار الاستراتيجي لكي تأتي في يوم من الأيام، وكان جزء من هذه البنود الموجودة أنه في عام 2010 طبعا عندما انتهت، قالوا بأنه في حال حصول أي يتعرض العراق إلى أي هجمة أو أي شيء سوف تتدخل الولايات المتحدة. طيب، بعد 7 سنوات من هذا الإطار الاستراتيجي جاءت الولايات المتحدة اليوم لتفرض إرادتها مرة أخرى. الولايات المتحدة عندما فرضت إرادتها على جانب من مقدرات الرؤية السياسية العراقية والقرار السيادي العراقي، هذا يعني بأن الانقسامات هي انقسامات كبيرة وواسعة جدا. خليني أرجع إلى ضيفي سماحة الشيخ أوس الخفاجي. سمحت الشيخ، أنت من جانبك مطلع طبعا على المواقف
العراقية تجاه سوريا مشترك بشكل أو بآخر بمحور المقاومة. كيف ترى الموقف العراقي بشكل عام من كل القضية السورية بإجمالها؟ تفضل سمحت الشيخ. للأسف الشديد المستوى عموما الردود لم يكن بالمستوى المأمول بما كنا نأمل من العراق. حقيقة أنا لا أتكهن بأن النظام السوري سيبقى هو على حاله، لكن أستطيع أن أتكهن وأقول الدولة السورية باقية، الدولة السورية الواحدة الموحدة باقية، الأنظمة تمضي بقيت أو مضت، نحاول أن نكون على قدر مستوى المسؤولية. إلى الآن يفتخر العراق أنه ساهم بحماية دمشق من السقوط، إلى الآن التاريخ يتغنى وكنا أطفالا. سمحت الشيخ خليني أركز على هالجانب هذا بما تبقى من دقائق. هناك أصوات ترى أنه ليس في صالح العراق سواء حتى على سواء الجانب السياسي، يقول أنه ما الداعي إلى دخول القوات العراقية بدفاع عن دمشق، تكتفي ربما بحد معين أنه حماية السيدة زينب كذا، وعدم الانتقال إلى حلب على سبيل المثال، أو عدم التوسع في الدفاع، لأنه بالتالي تتهم هذه القوات بالدفاع عن النظام السوري. أنت كيف ترى هذا الأمر سمحت الشيخ؟ هذا قصر نظر حقيقة، عطفا على ما قاطعتني به، عندما في حرب تشرين عندما كنا نتغنى بحماية بأن اللواء الأول المدرع ذهب على سرف الدبابات من بغداد من العراق إلى سوريا إلى دمشق ينقذ دمشق من السقوط، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة المادية التي يتعامل بها الآن، الأسئلة التي تطرح الآن لو طرحت في ذلك الزمن ما هي؟ كل فائدة ماكو. لم يكن أصلا هناك أصلا نظام داعشي، ولم يكن هناك نظام إرهابي نخشى أن يدخل. الآن المسؤولية ازدادت أكثر فأكثر، أن داعش دخلت من الشام وأعلنت ولايتها من الشام، أنها الدولة الإسلامية وين؟ في العراق والشام. قدمت العراق على الشام وقالت أن عاصمتنا ستكون بغداد. أنا أظل قاعد منتظر إلى أن يأتون إلينا، هذا واحد. اثنين، عندما حررنا منطقة السيدة زينب سلام الله عليها وأبعدناهم إلى حلب، هل نرجع إلى سيدة زينب حتى يعودوا إلينا مرة أخرى؟ هذا ليس جوابا عسكريا وليس جوابا منطقيا، أننا نحرر منطقة ونبقى فيها إلى أن يأتون مرة ثانية إلينا ويقاتلوننا. متى ما انتهت داعش نعم نحن نبقى في مكاننا، لكنها أخذت تتغول، أخذت تكبر، لديها قوة كبيرة، أخذت تستغل مكانها في حلب والرقة لتدخل ليس فقط إلى سيدة زينب، إلى العراق. لكن سمحت الشيخ المراقب للإعلام وبشكل عام، طبعا هنا أنا لا أتحدث أنه محاولة النيل، الجميع يعرف أنه موقف محور المقاومة بما فيه من مواقف مدافع عن قضايا الأمة، لكن على أنا أنقل تساؤل، أنه حينما تذكر القوى المساندة لسوريا، يذكر حزب الله في لبنان ومواقفه من قبل ساسة سوريا، وزير الخارجية رئيس سوريا الأسد أكثر من مرة أنه قدم شكر للجمهورية الإسلامية، قدم شكر لحزب الله في لبنان، أنتم غائبون حاضرون في الشهداء غائبون عن الأضواء، هكذا يقول كثير من المواطنين سمحت الشيخ. هذا الاعتراف هو لنا وليس علينا. كيف؟ نعم، أولا حتى لا يقال أن هذه الفصائل الموجودة التي تقاتل هي فصائل كما ينصفنا البعض أنها فصائل مرتزقة، لا، لم يذكرنا الرئيس بشار الأسد بالشكر، إضافة إلى إيران كحكومة واقفة تماما مع سوريا، حزب الله أعلن علنا أنه واقف مع سوريا، لم يرد الرجل أن يسبب إحراجا من جهة إلى الحكومة العراقية حتى لا يقال أن هناك فصائل عراقية رسميا. لكن سمحت الشيخ عذرا المقاطعة، طبعا أنا أحاول أن أستثمر الوقت مع سماحتك، لماذا لا تفكر سوريا مثلا في عدم إحراج الحكومة اللبنانية؟ الحكومة اللبنانية اليوم رئيس لبنان هو حليف لسوريا، ولكن يذكر حزب الله بالشكر والثناء، ولكن مع ما تحمل، والجميع يعرف أنه لبنان اليوم كدولة تعتاش على المساعدات، ما سر أنه عدم ذكر الفصائل المقاومة العراقية، كثير من الفصائل ومئات الشهداء أن لم نقل الآلاف يزفون يوميا إلى العراق، ومع ذلك لم يذكروا ولا مرة. قلت لك هذه أيضا لنا وليس علينا، لم تدعني أن أكمل سمحت الشيخ، نعم. لك الوقت. واحدة منها
أن الذين يقولون أن فصائل المقاومة العراقية ذهبت لتقاتل عن بشار الأسد، أهو بشار الأسد لم يذكرنا أصلا؟ إذن نحن لسنا ذاهبون للدفاع عنه، إنما ندافع عن مقدساتنا. هذا واحد. اثنين، حزب الله منظومة سياسية عسكرية معترف بها في لبنان، يشار لها في البنان إذا تقاتل إسرائيل، وإسرائيل ولبنان ليس لها حرب مفتوحة مع إسرائيل. لبنان لم تعلن حربا مع إسرائيل، لكن حزب الله أعلن حربا مع إسرائيل طيلة حرب تموز مثلا أو حتى الآن. لا، فلا تؤاخذ الحكومة اللبنانية. أما العراق فهو ليس لم يشترك ولم يعلن رسميا أنه اشترك في حرب سوريا، لكن فصائل المقاومة إذا ذكرت بهذه الصورة سوف يسبب إحراج لحليفته العراق من جهة أخرى. إذن هذه أسباب ثلاثة. السبب المهم الذي جعلته أخرته لأهميته أن هذه الفصائل اسمها فصائل المقاومة الإسلامية، تعمل من أجل الثواب من أجل الأجر، إنما تقصد وجه الله تعالى، ولا تنتظر من أحد أن يشكرها، ولا تنتظر من الدولة السورية أن تشكرها. طيب سمحت الشيخ، هو أمر مطروح طبعا في ظل ما تقرأ من طبول من قبل تركيا وإلا من قبل السعودية، خصوصا تركيا، أنه ألا تخشون أنه استهداف فصائل المقاومة العراقية؟ كيف سيكون موقفكم في حال استهدافكم من قبل طيران الجيش؟ ما هو الرد المتوقع من قبل جيش تركيا أو الاحتمالية السعودية، على اعتبار أنه هناك الافتراضات مفتوحة اليوم؟ المقاومة الإسلامية في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، نعم، أعلنت منذ زمن أنها ضد الإمبريالية وضد الشيطان الأكبر المتمثل بأمريكا. وقد وجانب وجزء كبير منها ساهم في مقاومة الاحتلال الأمريكي. عندما دخل الاحتلال الأمريكي بكل عنجهيته، بكل جبروته، بكل كبكبة سلاحه، لم يرهبنا، لم يخفنا، وإنما شاركنا بمعية كل الفصائل، سنة وشيعة، فصائل المقاومة جميعا، أخرجت بمعية المفاوض العراقي، أخرجت قوات الاحتلال من العراق. الآن لا يخيفنا طيران أمريكي ولا يخيفنا أي تهديد أو وعيد. جربنا الأمريكان وجربوا نيراننا، لا أعتقد أنهم سيخطئون مرة أخرى. طيب بسؤال أخير سماحة الشيخ، قبل أن أعود بسؤال أخير إلى الأستاذ صباح زنقنة، وعذرا طبعا بس أنا هذا السؤال ضروري أسأله، كيف تنظرون إلى بيان سماحة السيد مقتدى الصدر الأخير بخصوص سوريا، خصوص ضرورة إخراج الفصائل من سوريا وإيجاد حل وانسحاب الرئيس السوري بشار الأسد حفاظا على دماء الشعب السوري؟ حقيقة مواقف السيد مقتدى الصدر ليست جديدة، إنما هذه منذ بداية الأزمة السورية نأى سماحته بنفسه وبأتباعه أن يكونوا طرفا في هذه الحرب الإقليمية إن صح التعبير. أراد أن يمسك العصا من الوسط، أن يكون وسطيا كعادته، أن لا يحسب على فصيل معين كجهة سنية أو شيعية. طيب، له وجهة نظره محترمة بكل تأكيد، لكننا نقول أن ذهاب الأسد يعني أن تأتي داعش من جديد وتقوى شوكة داعش من جديد في سوريا، وبالتالي سيكون العراق في حسنتم خطر. سمحت شيخ، أعود أستاذ صباح بثواني رجاء، لأنه الزميل المخرج يشير لي منذ وقت طويل بنهاية البرنامج، هل هناك إمكانية لتغيير نظام بشار الأسد عسكريا من قبل الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغير نظاما في النظام في سوريا ما لم تكن هناك عملية توافق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم بأنه كما قلت لك المنطقة مستقطعة ما بين هذين الطرفين وما بين كلهم بالنتيجة، ولدي كثير من التعقيبات، يبدو أنك تقول بأن الوقت انتهى. أنا أشكرك طبعا أستاذ صباح زنقنة المحلل السياسي، والشكر موصول إلى سماحة الشيخ أوس الخفاج الأمين العام لقيادة قوات أبي الفضل العباس. أشكرك شكرا جزيلا سماحة الشيخ على حضورك طبعا لاستوديوهاتنا في بغداد. مشاهدينا الكرام، أشكركم على كرم المتابعة ونلقاكم على خير في أمان الله.